بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله في هذه الحملة، حملة الحصانة الفكرية التي يقيمها المكتب في بقيق وفقهم الله، بعنوان التحذير من الحملات الإعلامية ضد المملكة العربية السعودية. ولا شك أن هذا العنوان جاء في وقته، إذ نحن في زمن تكاتفت فيه جهود الباطل على هذه المملكة العربية السعودية في حملات متتابعة يسندها دعاة الشر والفتنة للنيل من هذه البلاد المباركة. ولا شك أن هذه الحملات لم تنقطع يوما من الأيام، لكنها أصبحت تأخذ منحا يتوافق مع هذا الزمن في الجانب الإعلامي الذي يشكل فيه الإعلام اليوم حجر الزاوية في تحريك الشعوب ونقل الثقافات وتحديد التصورات. فالإعلام اليوم سلاح ذو حدين، وقد رأينا ولمسنا وشاهد غيرنا أن هذه الحملات التي تستهدف المملكة العربية السعودية منها حملات إعلامية ظاهرة يقودها أعداء البلد، أعداء النجاح، أعداء الخير، أعداء الإنسانية. يقودها من امتلأت قلوبهم غلا وحقدا وحسدا على هذا البلد المبارك، وإلا فماذا ينقمون من هذه البلاد المملكة العربية السعودية؟ فهي منذ أن قامت على التوحيد وعلى السنة، قامت ناصرة لأعظم ما بعث به الأنبياء، وهو تحقيق التوحيد لله وتعبيد الناس لرب العالمين. ولذلك بحمد الله منذ أن أسست وهي قد خلت من مظاهر الشرك والوثنية ومن معالم صرف العبادة لغير الله، فلا تجد فيها قبرا أو وثنا يعبد ويعظم من دون الله، بل تجد فيها مظاهر التوحيد في كل جوانب حياة الناس. ماذا ينقمون منها؟ ينقمون منها ظهور سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة نقية، تعظم السنة بكل أشكالها ويحث الناس على لزومها. ماذا ينقمون منها؟ هذه الحملات هل تنقم من هذه البلاد إقامة شعيرة الصلاة في أمر ليس له نظير في جميع بلاد العالم؟ هل ينقمون منها ظهور المحاكم الشرعية والتحاكم إلى كتاب الله؟ هل ينقمون منها أن دستورها والنظام الأساسي فيها للحكم مرجعه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ هل ينقمون منها الدعوة إلى الله جل وعلا في الداخل والخارج، والعناية بقضايا المسلمين، والعناية بالمراكز الإسلامية والأقليات في جميع أنحاء العالم؟ هل ينقمون منها في حملاتهم العناية بالحرمين الشريفين وإغاثة الملهوف والقيام بإغاثة إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها والعناية بأحوالهم؟ بل أن لها أيادي بيضاء في مشارق الأرض ومغاربها في إيصال المعونات عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. بل كم يعيش على ترابها وتحتضن أرضها من المسلمين الذين ينعمون فيها بهذه الخيرات، رغم أن بعضهم له مواقف سيئة أو لبلاده مواقف سيئة تجاه هذا البلد المبارك، ومع ذلك لا تزر وازرة وزر أخرى شعار هذا البلد المبارك طيلة تلك السنين. هذه الحملات حملات مغرضة آثمة، ليس الهدف منها نصرة القضايا الحق، وليس هدفها نصرة الحق والقضايا المصيرية، بل هدفها الطعن في المملكة العربية السعودية حسدا من عند أنفسهم. هدفها محاولة النيل من هذا البلد الذي أصبحت بحمد الله رايته خفاقة عالية، وأصبح له دور الرئيس
في صنع القرار ليس في المحيط الإقليمي بل في العالم أجمع، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه الحملات أيها السعوديون هدفها محاولة زعزعة العلاقة الوطيدة المتينة بين الراعي والرعية، هدفها النيل من هذا الاجتماع على الحق، هدفها أن تنفر الناس من هذه النعم التي يعيشون فيها حتى تكون كغيرها من البلاد التي عمت فيها الفوضى ودأبت فيها وأصبحت مسرحا للجريمة ومسرحا لانفلات الأمور. فالواجب الحذر من هذه الحملات والتحذير منها، وأن نكون يدا واحدة، نقف يدا واحدة مع ولاتنا وعلمائنا وعامتنا، فنكون سندا لهذه البلاد في مسيرتها المباركة وفي هذه القرون التي مضت وخلت منها وهي قائمة على تحقيق التوحيد لله جل وعلا ونصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وها هم ملوكها سلفا لخلف كلهم يعلن أنه في هذا الميدان فارسه في التأكيد على القيام بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والذود عن حياض السنة الغراء في جميع المحافل وفي جميع المناسبات، يعلنون وقفتهم الصادقة نصرة لله ولدينه ولكتابه ولنبيه، وإعلانا يرفعون بذلك رؤوسهم أنهم يطبقون شريعة الله ويذودون عنها. وهذا والله من أعظم النعم التي يجب على الناس أن يذكروها فيشكروها، وأن تتكاتف الجهود لنصرة هذه البلاد المملكة العربية السعودية لما فيها من الخير العظيم ولما تقوم به من أعمال جليلة، أعظمها العناية بتحقيق الشريعة والتحاكم إلى أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقس على ذلك بقية أعمال الخير التي لا يمكن أن يغض الطرف عنها إلا حاقد امتلأ قلبه غلا وحقدا وحسدا، وإلا فإن هذه البلاد قد مضت كلمة العلماء ممن رحلوا عن هذه الدنيا بأنها أفضل البلاد على وجه الأرض في تحقيق العقيدة الإسلامية والدعوة إليها، وكذلك مضت كلمة علمائنا الراسخين الصادقين ممن خبروا هذه البلاد وعايشوا حكامها أنها البلاد الوحيدة التي يفاخر بها المؤمن في تحقيقها للاعتقاد الصحيح وقيامها بأمر الله ونشرها لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب عظيم في التحذير من هذه الحملات الإعلامية والحذر منها، بل الواجب أعظم في أن نكون سندا للحق ونصرته والدعوة إليه، وأن نواجه هذا الباطل بكل ما نستطيع كل في مجاله لرد هذه الحملات الآثمة الظالمة تجاه بلادنا التي عرف عنها الخير والسلام للعالم أجمع. وفق الله الجميع لهداه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.